بسم الله. ربنا اجعلنا مقربين عندك وافتح لنا ابواب قبولك يا كريم وزدنا من محبتك حتى نزداد محبه لك يا محبوبنا الاول يا رب العالمين. قال هذه ناقه بعض الروايات تقول الناقه قالوا جيبوا الايه. الايه هي العلامه يعني اكستراوردينار يعني علامه لم يسبق لها مثال ستمر يعني معجزه. طلبت لهم ربي لا تحرك صخرة ما وبعد كان القصة تنتهي بهلاكه وما لم يقتلوا ناقة حقيقية بل هي لها أسرار وما نعم حتى قسم ربنا أن يقضي حماه ولو شيء كبير تصبح القرآن بالقرآن الرقيب كل شيء كبير. قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب شرب يوم معلوم كل واحد عنده تريك يتناوله ولا تمسوها بشيء كبير من الأمة يتساوها قرم أكيوسة قال الجمل هذا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عذاب يوم الألوان مسكرين وين ثم حاجة مش مثل بالأضرار وانتقام الرحمن ما سكر وراح مش عارف مش عارف يعرف الناس لا مش فأقول لا ما ذكر على لسان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فعكروها هو تحدي لله هو أنت يا ريتك تصحب مش طريقة عادية تحدي من بطن أمي مش مسكرة ليس فيها روح ليس فيها أي حياة قد يقول تعكروها فأصبحوا نبي على عرض جاء إلى أبو حلي جاء يربع ويخسر فأخذهم العذاب إلى بذلك أي في هذه الواقعة ذيك الخارقة للعادة إلى بذلك الآية العلامة وما كان أكثر المؤمنين يعلمون إلى الكلمة التي سيدنا صالح عليه السلام تبكو ما يؤمن به من عند الرحمن وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والسورة دي متنية بتكرار الصيغة دي القرآنية وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبعد أن تقول مولانا سبحانه وتعالى إلى ذكر سيدنا نوح عليه السلام وقومه الأمثال اليوم ينمو بل الطريقة المثلى في العمل الجنسية هي المثلية. وهنا عندنا اللي يعني راحوا مسلمين ودائما يجروا اليوم من المظلومين ويجب تعطيهم حقهم باش يعلوا فجورهم وانتحاءهم نحو القبح ونحو السلوك غير الطيب السلوك غير الله. بسم الله السلام عليكم.